في الحلقة هذه راح نشوفوا الفقر في صورته الحقيقية وفريمون صورة بشعة. يقول لك الصحة عدو مولاها، بصح كي تقيس عائلة كامل هنا مشكل عويس. الأب راه فاس تيرمينال على حساب وش قالوا، وتبقى الأعمار بيد الله. العائلة هذه عايشة تحت الصفر داخل قبو وين يرموا لديشارج القمامات أكرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكاتع اليوم أنكا إيرجون بلوس دو ديطاي. خويا هنا ورانا حي ديال المحصون المدعو كونفور، حي الكونفور، كونفور سيتي. الله يبارك، الله يبارك. هنا راني نشوف تبارك الله ولاد حومة هنا كاع راهم جندين على جال واحد العائلة. معليش بلوس دو ديطاي، العائلة هذه كيفاش لوكا تاعها؟ يا خويا ميزيرية والله، غير ميزيرية. الله لا يشوفك يا خط الفقر، خط الفقر تحت أدنى خط الفقر. هو مرحلة إذا دخل داخل كاميري تلقى بلي ماشي بانو أدم لي عيش هنايا، ماشي إنسان. أنا في القرن العشرين في 2021 وقع أنا في الضيق، أنا عندنا طروالي بريتوامي هذا في الضيق، قع في الضيق. بصح هذا نجوزوه على علينا حنايا، شوف دراري صغار يزينو صان، شوف الداخل دخلت كاميري شوف وين يربدو. صح الإنسان كونسيرني رب العائلة مسكين، إنسان راهو مريض 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 هكا كيما راه كاميرامان. فلي وقفوا حباب ربي هذوما اللي راهم هنا، ما بعد يسرى لي يسرى مي ما بعد. انسان هادو عنده مراه عنده اولاد، هادو فوبا خلوهم. لهذا تبارك الله حباب ربي هنا تجندوا كاع في راجل واحد وحبوا يسمعوا صوتهم. ابانا ما منكون بين قوسين في قندهار نجي ليهم ونسمع صوتهم. خويا بلوس دي تيطاي واش راكم حابين تقولوا؟ انا واش راني حاب نقول، هذا الانسان الدوله تشوف يا خو، حنا ولاد حومته نعاونوه باش نقدروا، بصح ما نقدروش تشري له دار، ما تقدرش معلوم، وتشوف في عياله، عياله حنا 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 هو وعياله ماشي وحده. مي بصح حنا واش انا حابين الدوله تتهلا فيه الجينيا يا خو، اللمه هاديه سما الشعب سيتوانيا على بالنا بلي حط فيها يدو اوسي سام كو سا. لا لا الشعب يحط صح، حنا انا حابين دوله، الدوله ما كاش كيما الدوله، دوله ولايه لي جات يشوفوا فيه ما الشعب نقدروا نوكلوه نشربوه نرقدوه كل حاجه. مي بصح هذه كاع يتيك عندها لي فرونتيير دابين غير يعطوا دار باش يستر ولادو خاطر شوف ما راني معاكم في هذه، خاطر عنده ولادو ماشي كبار، عنده ولادو صغار. خويا هاديه ما قالوش واش راه هادي 60 كاف تاع لا تاع 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 لي طواليت تاع الاخر 40 هاك معايا نص نص. هاديه ما يسكوش فيها انا حاجاكم، كان عندي كلمه ربي شد داخل فهمت يا اخو، والله والله ما ربي خاطر يموت لي ويمرض لي. هذا راه بالدراري خويا والزوادي على بالي على بالي على بالي تحت الصفر تحت الصفر تحت الصفر خويا. حنا نحبوا نعطي، اسمح لي، حنا ماذا بينا يعطوا له دار. الحالة تاع خونا هشام لازم في أقرب فرصة لازم صحيا تكفل صحي، تكفل صحي وتكفل بالعائلة تاعو، لازم في أقرب مع لاليس تاع السوسيال هادية لازم يخرج، خاطش لي كاب وسطوح خلاص في الجزائر 2021 في الجزائر الجديدة. باش نوروا باش نوروا المشاهد باش يشوف ثاني دوك نور لكم وين هو عايش داخل. إنسان مريض، إنسان مريض فاس تيرمينال، شوفوا كيفاش بكري لاتا كانوا البيادن تاع الزبل هنا يتخبوهم، كل ما يتعمر بيدون من هنا يجبدوا بيدون يخرجوه يزيدوا يجيبوا بيدون يحطوه باش يرموا الزبل تحت، يعني مفرغه 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 دا تاع البيادن. والزانك والزانك الزانك لا فامي لا فامي اسمح لي ثاني كا، وهذو ثلاثه دراري هادو مرضوا له هنايا مرضوا له مساكن يا خو، وعنده غير عنده غير مرتو اللي تخدم وتجري عليهم. نقول لك حاجه ثاني، شوف
حنا الدوله دوك نتكلوا على الدوله وحده مين سين نقدروا يمدوا نداء ثاني للشعب الجزائري نحطني ميرو تليفون تاعهم باش يعاونهم زياده خير من نقصان حنا ولي الحي تاع المدنيه عندنا النيه هذه شو شاني حاب عندنا النيه فوق شاني حاب نديروا الى 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 تسمحوا لي الدوله نعطوا لها ابل باش تسكن صح انا معك ونمدوا ابل للشعب باش يعاون ماديا للعائله هادو مساكن ما عندهمش حنا حنا نطلبوا الدوله البلي بروبوسيبل حنا الشعب ولا على ماكلتهم ولا على دواهم ولا على الاخر رانا هنا نطمولوا رانا هنا والدوله تسكن الدوله نطلبوا منها البلي بروبوسيبل تجي ترفدوا بعثوا لي انفلوب زوالي تبعث لي انفلوب جيت رفدوا زوالي زوالي بعث لي انفلوب ان شاء الله في ميزان حسناته هذا زوالي والله غير ميز والله العظيم ثاني عايش الله يحفظه ربي يفرج عليه وربي يحفظ والده هنا عندي ولدي هذا يا عبد الرؤوف والدته هنا في الميديتي هذا وليدي لا تشوفوا فيه هنا زاد ونرقدوا معايا في القاعة ونخليهم في ثلاثة ونروح نعمل نخدم على جل راجلي هو الساس ما نحبش يمرض لي كان مريض وانا يا ندير المحال على جزوج تاعي نروح نعمل نقول له ما تعملش انا اخدم انا كلش الان وعيان بزاف انا اخي كريم انا يا دوك الحاله تاعو راهي توحصت هي زادت واش قالوا لك في السبيطار هو كان يعمل ومريض بلي فاغيس ويا بوات يا مشاهدين وكل ربي شاهد لا اله الا الله انسان حابس خلاص انسان تعوى. خلاص هيا خويا نديت هيا راجلي نديت هيا راجلي نديت غاضني قلبي حار اخي وادي تعبت مع لي كلونديسون اخي قلت حاجه انا عندي جيراني ما شاء الله وقفوا معايا لا عندك جوارين تبارك الله في الليل اخي نجي في الليل على 8 وساع الليل ما يبغوش عليا باذن الله انا 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 نخدم على جراجلي نخدم على جراجلي حتى نموت حتى يرموا عليا تراب كيما راه قاعد هرده مانيش باغيت هنايا الله غالب المرض هذا حاجة ربي هذا قدر الله دوكا حاجة أنا حاجة وحدة يطلبوا يعطوا حق الراجلي يجروا عليه المهم دار نطلب من دولة من السلطات المعنية تشوف لي وتشوف لولادي الملائكة هادو ما يكون عندهم إن شاء الله حق كما أيها الناس يعيشوا بيت محترم من حقهم يعني هاوش أنا طالبة ما لا سوفرون شفتيها خلاص شفتها ما قلت حاجة أخي شوف ما عنديش السمش ما عنديش الهواء ما يدخليش سينسيرمون يعني اصلا حوايجي ينشفوا في الدار ميديتي شبعوا ميديتي ازماتيت لي تخوا هنا ما كاين حتى راسيون ما كاش معلوم ما كاش تعرف ادلنا شويه معايا تشوف شوف اولولو ما كاش هايديك طلعت شو منه طلع لهنا ما كاش تواقي هنا ماشي تقاديه لا راسيون ما كاش لا حول ولا قوه شي خويا حاشاك طوالات يا ودي كاري ماشي طوالات اه حل شو واش فيها شنو هادي؟ شي طوالات خو واه اروح شوف علاش اروح شوف ادخل ولي اشكال انا في راسي هادي ما كان والو هنايا لو كان يحل لك الباب هادي واش بغا ديزيطاج الزبل تاعهم كاع هنا 20 دار 20 دار فيها 40 ابيطه هنا هادي لو كان يحلها تهرب بيت لها مراد اه ميم لو ماري تن ازماتيت لو ماري ودي مسكين هذاك ما غير ما نهضروش لي زونفون لي تخوا عندهم بروبليم تاع لازم معلوم هنا كيفاش راح يكون يا با دغياسيون لي زونفون تو لي ماتا يقولوا لي راني حابه الطاقه وهواء شوفي مدام انا راح نضرب زوج حاجات باذن الله تفضلي راح نديروا ميساج للدوله تاعنا باش تسكنك باذن الله صحه وتسكنك انت وولادك تعيشوا ان شاء الله ماذا بينا باذن الله صح او ابل واحد اخر الى الشعب الجزائري باش يعاونوك دوك انت بزاف عليك هكذا ما كيش قادره عليها مانيش قادره لازم ياكلوا مليح يلبسوا مليح بارك الله فيك بارك الله الراجل ما كاش عليها وين بارك الله فيك يعني دوك ماذا مش انا حندير راح نكتب رقم الهاتف تاعك الشخصي راح يكون في الشاشة حباب ربي حاجة نقولها لك قسما لا كيما يخلوك ونشكر تاني ولاد حومتكم هادو شوفي مدام عندك الزهر اللي عندك هنا تبارك الله عندكم رجال هنا في حومتكم هنا معدن تبارك الله أم واقفين معك ربي يحفظهم وإن شاء الله احنا ماذا بينا نتمناو من السلطات الدولة الجزائرية تعاونك وتعاون ولادك
في أقرب وقت إن شاء الله يا ربي. ونتكل على الشعب الجزائري يعاونوها إن شاء الله، وليد الوحدة ما تصفق.